مشرق تاني يخشى الأمان يخشى الأمان شمس الهدى بتشرق تاني لو ما الدنيا متغير حالة وجود الردى ما استحالة لو الدنيا متغير حالة وجود الردى ما استحالة مهيد لون الحب السامي مهيد لون الفرح اللامي مهيد لون الحب السامي مهيد لون الفرح اللامي مهيد لون الحب السامي قبلي 13 سنة يخف عليك ليه ما كلمتيني؟ والله جيت أعزمك لقيتك في الروضة أقول لك عقدوا علي وأنا عمري 13 سنة قولي ليه ما كلمتيني؟ طب ده مادة حقوق الطفل طبعا عليك الله كلميه ووريه المشكلة بس قدر ما حاولت أعرف منه عقدوا علي منو اللي عقد علي ده ما عرفته أبا يوريني خالص نهائي ما وراكي دمنه ابي يوريني طالما ابا يوريكي معناته الزول ده بيكون بيكذب عليك ايوه انت عارفه فعلا خلاص انت ما عارفه فعلا بيكون قاعد يكذب علي لانه لو فعلا في زول عاقد علي من قبل 13 سنه 13 سنه فاتت دي كلها ليه ما ظهر لا صح بس انا عارف كيف الحقيقه عارفه كيف تعرف كيف بسيطه اسالي عمك المكشوف ده العميان ده اساليه ايوه فكره والله هاي بس امشي لعمي العميان اقول له عمي الثاني وراني السر بتاعي بتاع العقد يجي يقول لي انا عندي لك سر ثاني يقول لي انا امك ججن انا ما عارفه ما هي ده يكون مشاوي مالك وماشي مع البيت اللي سيما نون دي ها شنو لا 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 اخر مره ما كنت انت ونون في المكتب وقام كورك ومرك مرقت وراه وما لقيته كون ماشي وين يا ربي كون ماشي وين انت حاسه تبكي مالك انا ما ببكي عشان مهيئ عشان مهيد؟ اشكاليه بسيطه اشكالات شنو؟ انا طبعا امبارح شويه كده تعرف رحاب ديك؟ رحاب البيت الصغيره دي ايوه عارف هاي جاتني قالت لي مهيد انت نون دي منو؟ قلت لها انا نون شنو؟ قالت لي بنت قالت بتزعل مني قلت لها بنت نبيت امشي يا اخي انا الساعه دي ما فاضي لك واحده اظنها اسمها نون كده سمحه هناك معجبابي ولا شنو ما عارف طبعا المعجبات ذاك ما شغال بها كثير طبعا نون؟ اسمها نون قال قلت لها بتمشي قالت لي اللي اعرف نون طبعا انا في اللحظه انا نيرفز طبعا انت عارفني المشاكل دي طوالي نوني دي بلاك قدام ما شايف حاجه مسكت البيت البنت دي كده رحاب دي وبدون ما اشعر تاحي قطعت لك فيها كف طبعا كفي ما شاء الله ربنا يوفقك عارف كيف شفتها؟ قلت لها نور دي منو؟ قلت لها زيد تا كده لا خدت عليه خدت وطاع اظن ضربتها مع الحيطه ووقعت منهاره انهارت غضب بتاع دخلت نون دي هدتني كده وهدتها وطفت المشكله وانا مرقتها فانا حسي قلت شنو؟ البيت اللي اسمها رحاب دي انت مش تبلغ الشرطه يفتح فيني بلاء
عشان كده كنت جيت اتخندق عندك هنا في البيت. خندق؟ ايوه امبارح دقيت الباب انت ما بتفتح لي. بس كنت في زول من الشارع قلت له بس شنكلي كده تلبتها. عملت كده؟ شنكلي كده شكله ما عامل الحلوة دي تلبتها. وقعدت هنا يا في المطبخ. اتخندق هنا؟ اتخندقت هنا. بس هو ده كفو ولا شيك؟ ما البنت بتاعت مشاكل يا اخي وانا خفت تفتح في البلد. افرض خندقت هنا ويجي تفتح في هذا بلا يقول التستر على جريمه. ما افتح في البلد. تستر على جريمه. يعني ما قطعت كف ولا سارق لها عربيه عادي انت بتكبر في الموضوع. ما خندق خندق يعني ما في حاجه انت بس حسيتي انا حسيت اهلي منك. عندك كرتونه كبيره المقاس. كرتونه ليش كرتونه؟ ما ده تخندق فيها. كرتونه؟ اي ما بيزول عارف في كرتونة كبيرة لكن ساكن فيها جيجل. لا 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 خليها خليها ما مشكلة. بس دي حق جيجل. لا 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 ما خلاص ما انا بتخندق قبلي. الحتة دي الحتة دي ذاتها مريحة وتعرف ونظيفة. خلاص على طول خليك كده بس ما تنقل في الحوش. لا لا ما بنقل في الحوش. انت بس ما تورز اي زول. اي زول يسرق مهيد وين؟ انا ما بعرف. الزول الزول هذا ما مانع الحلة يا اخي زول تلف الشباني. ما مانع الحلة ما بعرفني. ما بعرفنا ولا عادي. ما بعرفك يا اخي انا قلت له عادل قال لي ما بعرفه عادل منو قلت له ده بيت اخوي تنبني انت بس ما توري زوري ولا يككو ما يعرف مين هو سوى فيه الكف لسه معلش انت مع صاحبتي وكده معلش ثاني ما هعمل كده انا خالص مهيد لحد حسي مختفي تفتكري لو عايزه مهيد افتشوا من وين وين ومنو ممكن يساعدنا المساعد بتاعه شاطرة انا حابدا بالمساعد لكن لو لقيت كلامك ده ما صح تأكدي تماما انت جبتيني هنا ليه؟ والله يا عمي انا قلت احسن نتكلم هنا لانه لو اتكلمنا في البيت عمي امير ممكن يجي ويسمع على الموضوع اللي انا دايرك فيه ان شاء الله خير موضوع شنو؟ طبعا يا عمي انت عارف انه عمي امير قال لي الاسرار اللي عنده علاقه بي واحد منا انه انا عمك ما ابوك صح؟ اي نوزاته عمي ما ابوي ما اي اي صح عموما في سر ثاني قالوا لي سر ثاني ايوه سر شنو قال لي انه انا عاقين عليه من عمري 13 سنه هو قال لك السر ده يعني انت كنت عارف مش كنت عارف انا بس كنت عارف يا عمي بصراحه كده انا عارفك انت ما شفت حاجه في الدنيا دي انت زول ما عندك شغله بالدنيا وزول شوفك بلاك لكن يعني عايزاك توريني يعني عايزك تكون صريح معي وريني اي حاجه عنده علاقه بي اي سر ثاني عنده علاقه بي وريني لو ما عايز توريني ما توريني خلاص بي راحتك يعني انا عارفه انك زول حساس لا بقول لك انت بس بقول لك اسمعي لما كان عمري 13 سنة كان في موضوع كده حاصل قام عمي امير ده عمك ده قام قال خلاص نعقد لي قام مشى المغابر وهناك في المقابل لقى الشاهد دور كده ميت الشاهد بالاسم مكتوب كم شان الاسم وجا جاب شاهدين وجاب المأذون وعقدوا لك والقسيمة باسم الزول اللي كان ميت في المقابر جابوا من الشاهد طيب الزول المكتوب في القسيمة ده القسيمة وين؟ القسيمة وين؟ أيوة القسيمة قام هو شال دفنها وعمل لها خرطة يعني هو الوحيد أنا عارف القسيمة دي وين؟ شنو؟ الشاي حب كبير؟ ما الصباح طلعت في الشاي خلاص الدولاب على يدك اليمين الضلف على يدك اليمين في تي باك شاي شيلو على الاقل كمان ما تكمل لنا السكر ولا اقول لك يا اخي كمل عشان نرتاح مره واحده اليوم كله شاي ما لقيت الله
السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيف؟ مهيد وين؟ ها؟ مهيد وين؟ أنا عارفك، ما عارف والله. عارف. أنا زادي قاعد أفتش له. أحسن لك يا أستاذ تعترف! يا أخي أنت ما أستاذ ولا أي حاجة. اسمع نون وين؟ مهيد ونون. لما الليل يغشى الاماني شمس الريدة بتشرق تاني. لو ما الدنيا متغير حالة وجود الردى ما يستحالة. لو الدنيا متغير حالة وجود الردى ما يستحالة. مهيد لون الحب السام، مهيد لون الفرح النام، مهيد لون الحب السام، مهيد الفرح اللام، مهيد الحب السام، مهيد الفرح اللام. أيها السيدات والسادة، إلى هنا تنتهي. ده كرت كرت الدعوة عشان تعرف الزمان والمكان عشان تجي فيهم. إمامنا عن الهوى يا أخي. أيها السيدات والسادة، إلى هنا انتهي برنامج القناة 10. نلتقي إن شاء الله في عريس إمام في الحلقة القادمة الأسبوع القادم.